الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم وحدثه حديث يسوع صارين الإمام مسلم أحمد الترمذي من حديث عباس بن عبد المطلب يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيمانك ددن كيس وحد دميي عدي رالي كن قطة الله تبارك وتعالى ربي نمان رالي أغن قطة إسلام كان رالي كن قطة دين أهان رالي أغن قطة محمد رالي كن نقض الرسول أهان رالي أغن نقض أما رالي أغن نقض صدح لا قضب روحي لقيها لي إيمانك أيو ددن كيسا ددن ياب نبي صلى الله عليه وسلم حديثك وحا كم وقتا إنو إيمانك ددن لي حديثك لا تنواك تلمامي في الصحيحين هو نبي صلى الله عليه وسلم صدح الرموت روحي لا جهله وحو هلا وصدح لا صوبت وضك وهلا إيمانك معان كيس إيمانك مركب ردن بوليه معان وليه معان كيسية ردن كيسون وكم معاية شيء كستو معان ولوك أخر كيسية لكن روح وحو معان كهلا و إيمانك معان كيسية دردن كيسية هلا مركو فيوية واسيدة چيركو كلاوة چيركو مركو فيوية هاي وعافمات قبو مركاسو معانك يخرارك كلا قرطا لكن چيركو هدو چيردو وحي معانا با او خراراني مرمر با وحي خرارا وحو دريما يا إنو بيساقي معاني مربونا وحب دريمي نبو خراري معانو سنكال قراني نبو سيدوك لقلبك مركو فيوية أيو إيمانك معانك سيدوك وهلا وحكا دريمي يا مركو روح وقلبك وحسلوني يدقنانشو يراحو أيو هلايا كدب نتيبا وحي قسو قد بيسا نولوشيس وادقيا وحسليا والرحيصليا إلهي طاع عديس تبارك وتعالى بأم عانانيس قرانك بأم عانانيس صلاة بأم عانانيس صدقة بأم عانانيس خير كي بأم عانسنيا مركز طور روح إيمانك سسيادنا معانك إيمانك ودريميا مركز طور إيمانك سهوس قدعو ونسقامنا وحوايا معانك إيمانك وايه وشرنايا بردن كيبا هو صدعيا كل بقياس تا إيمانك سدنيا هاي أيات بردن كي أيو هلا بردن كإيمانك هلا لاس دلات يدبا مرر بدا وحا دريميسا حالة ها قهداد الله سعوتو مرر بدا وحا دريميسا أديقو أو إلى خيرات كي يطاعات كي كوكوبا أدقيهيم وحي كتوصيسا بمعنى وهلو قلي وحباسكا مرر بدن وحا دريميسا اديقو او خير كي يطاعدي معان سنية او اسكا كريلا ويوحو البكاقا معانتا مركان وحي دليلو تا ايمان كاقا انو كبعي سيدا استراتيد معنى هيد وحو ايمان كوحو ليه ردن ايا معان بوليه النبي قلت المامي صلوات ربي وسلم عليه ردن كيسية معان كيسون وحو كم معاي هاي وحكتو معان لكن وهدي آده شو حاسدي يحبن كيف يبقى دريمي له هذا شو وحكى استوى كم معي حديث قضب كاسوات المامي قضب كاللبادة وتلمامي وحوي وحيا بها اللغوه له إيمان كمعان كيس حال لغوه له أسباب تلغوه له سببت كوادوح وكرنجي إن الروح رالي كن نقض الله ربي نمان الرالي أقول نقض
إنه يسقى ربي هاي إنه رالي كنوق إنه الرميه ويكسر ريسا لأن الرمين يكون رالي نقشة الرضاها سرية إنه روح قره أو الرميه وحكحي إنه رالي كنوق وقلبي يسكو قنع وأوتش على يستو ربي ربي النمدي تبارك وتعالى الله إنه يهي ربك ربك وحال لقوضة الله تبارك وتعالى ربوبيدي سوى الله انشها كونك أبو رست أو أبو ري مامولك أو ماموليو تلدي سوى قعنتي سوى كجرت عيد كلون لو داقين سيدو دونو كيالا حكمة دي سيئة وحكومة مولا ربي تبارك وتعالى حكمة دي سكومة مولا وحو حكومين اللقاء مهرتيك وحو بحيين عيدنا ما ديدي كرت وحو ديدين عيدنا كما سوقادي كرت حكم أقارينا واحد شابين كرمتشو أبي اللقاء ما قادن كرو لما ويدين كرو لا يسأل عما يفعل كوكا نساق أطليا عيد ربي كلما أن تبارك وتعالى أما كوك عن سيسا أما كوك رب سيسا متشرتو كون كانت لدي سيه مامل كيسا متشرو متشرو إلهي تبارك وتعالى ملائك تيسو خلقي قلو كم ذا إلهي وحلمه وذاقا وأدوم ربي درصده ماشي لو دري هوشي لو دري قبتان رسوشة إيا ملائكة رسوشة إلهي صادر صدي إيا قوة أغفض لبدن أولو العزم وأضوم إلهي إلهي كون كيسا وحبك هم مامولان أمنا تليان ربي بعد در صدى ماشي أدرو إيا هوشي لو دري قبتان وأضوم خلقي وحبك ملا أبورك وحبك ملا رزق وحبك ما بحيان تصرف كي مامولك كون كان وحبك ما إلا إنت إلهي أغو أكدوان تبدن أيان كون كان مامل كيسا وحبك لهاي مركا إن هذا إلهي أقر توت كليجي أوغلات إنه كون كان كتلي إذن أين اللتالي لنو لا مامولين تا إن هذا رالي كنقط وحكا لازيما يا الله هذا رالي أقول نقط أوت كوكنا عضو إنه كون كان أساقو كليجي كتلي ون للتالي نين ون لا مامولين ون لغو كالمين انت هذا تكون قناعة وحاكا بلانيس إن هذا السجى كليجي عابده وحاضبها هندا كليجي ويديسته باهيدا هذا كليجي وقديسته مالك لا أذن كل حن عدك لا أذن سين مري هاي الوحي عدك استو السجى كسو هذا وحمة هيام وحلو يبغى لجوه رجينا متشرو وحلو حل سارينا متشرو وحي قعنكو هيانا وكسين كرانا متشرو لا ملك ولا الرسول ولا ولي ولا بجح ولا جيد ولا قرح يضيحتون مخلوقات وحوي إلهي أبورتي اللهم تبارك وتعالى أوسن أجدت لجلين إن إيجا وحلا لا أذو اللحوي ولا ويديس مربع هذا الرميس إنه كون كان كليجي كتلي وحكى لازم يسأين كليجي عابد وتكليجي بريضة وتكليجي تلصارت وتكليجي كوكل صونات وتكليجي عابد وأتكلم كلمة ويديسته أودن عيد كله تقول لابن سأسترد بقرآن كريم كأه آيات كيسو وحي مروا البكلا لازمين يان توحيد كربي إن أذكرت ربي إنه يحي وحكى لازم يان إن عبادة كلي كيسو هديك لو سؤال با إيمان يسوع عقلك أقصي تراوى حقيت شرت هذه ها وريا كون كان أبو ري الله وريا بول كان أبو ري الله وريا إذنك إذن أبو ري الله وريا أتلي الله إنت أمرك القران فأوحى لي ما تسقع عبدان حاد أحيانا يجيدها أن يوحنا وحبهين أن أدو قصة جاميسا حاد أقول لها نيسا معي هيا ما دام أذكر سنتين كلي إنو وحمامونا سكيلينا العبدان بيحي وحال لقى اللازمين يا أمرك ألوهية إي عبادة لقى اللازمين معنى هذا وحوي أمرك ربي تبارك وتعالى إن أقر تضرالي كن قط مامل كيس كون كي لهان شح ويكذا لنا يسوي كلا زيم يسوي إن أضرالي كن قط إن أتكلي جي عبده وذا العبادة دي سعيد كلا سين
عبادتي سنة هذا إسكا وينيسي لأن وحوي هذا إسكا كبرسود إسكا وينيسي سنة ملي هذا من مدنت إلهي تبارك وتعالى دوما دي سكو ودوان شهبا عبادتي إسكا مكبريان لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ملائكة إله أكتي سأدو وأكتي سأل لو قدوي إيا النبي عيسى أو رسوش أولو العزم كامدة من نئس كما كبريان إله عبادة ديس مركا كبر حق مليهد شركنا حق ماها إساقنا وقلت حتى عدة أد إله إلا وحلو ذاتين يسهب النقض كو ضدك وقتش على هالنقض هذا ملائكة الله وحكنا حيسي سوى الخلطنته هذا الله يا رسوشي سوى وحكنا حيسي سوى إلهي خاص وهو الخلطنته هذا الله يا أوليده وحكنا حيسي سوى إلهي خاص وهو الخلطنته هذا جيد يا نجح كنا حيسي الله نور كذا بدوازكمت الله تبارك وتعالى قرآن كريم قوي كله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الله إذن ما أمره إن النبي ذا إيا ملائكة كالغتان ربيو حق إلهي لها إن السيسان إلهي تائد أمر مايو أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وما قال نمو إذن أمر مسلمين مركض هيدين كذب ها ملائكة ناد عابدوا وقال نمو رسولي ناد عابدنا وقال نمو رحي ناد عابدنا وقال نمو إلهي لو ذاك سوارك وتعالى مركض الله حليه ما قال نمو إذن أمري إسلامي ما كذب مركات مسلمين أحيدين سيداس دراد ربك تبارك وتعالى عبادتي سأقوني ألا لله الدين الخالص سيدا دب إلهي وحوله عبادته خالص كان أو برح تيران أو حبل أن وحب يراتي لو ذاك أسنج محايل ربي تبارك وتعالى هدي إسقي أدومدي سوحلي سقود در ربي تبارك وتعالى وحاسي وحكوفة لماي كلي منا وحكوفة لماي حديث القدس قي ربك وحيري أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أوحى أنا أميتك أقدق توميت بدن وذاق وحلا وذاق وأكدق توما من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه عدي أنا عدك لو إحنا قد حيسيسا وحاسي وأقدتك إياه إساق إياه وحي سبا وأقدتك إياه ربي تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص عبادة بلا احتران هون عيد كلام ميشا السوق قليم بو ربي أقبلا أدو مدي سنة كييلا كونة شعلا دا شنية أبال قدنا كسية لكن مركا الله حطود لالاب كالاقش ودوداد لنتي وحلقات وقيد يبقى حاد وحلقات ووكو الله سي مرو چران چروينا چرال لويلا هدو شيخ بل سي عسكو وشيخ بل سي عسكو وشيخ بل سي عسكو وغوث لعظم كهسي قد بيو أهوشو ساحو سي سعطو حالك أقوى من ماضي مرك إلهي تبارك وتعالى هدوس الرالي وقلنا قل الملائكة إنه هلك أقر والرسوش يقول العزم يقول هلك أين فرقلين كريني والوداد انت حقيت شوبة قيد يبقى حسي ورقود حقيت شوبة سيداس نرادي الرضا بالله ربا وقضب أساسي وي. وانا دين تصل كذو كن ديك دين تو إيمان كددن كيسية معان كيسة كواليس ساس درادت قفك عن قضب كاسحن او توحيدك كخلضم وكقل لعضو انو ايمانك لدن كيسه لو حبينك حلية وتقوه مردان دنصنع ايمانك قضب كاللباد ايمانك لدن كيسه لقوها لوحوي الرضا بالإسلام دينا انا دينة إسلام كرالك النقط دينة هان الرالك النقط دين للراعو ولا الرميو أو يعني واحد يقول له رقمه كلي جيد إن أدرى اللي كنا قلت إن أدله هو جانزت شرعي جيس الرعد أخبارته يورك وكان الرمايس رمايس تي هري أتك تي وكور رماي مد الصوص عتاه وشاجي أحكام تيسي أخلاقيات يوحي تشدين أذكر رقنته إلا لا بد أزوجك كوبي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام أحكام تيدنا وعدالة أخبار تيدنا ورن وربحين تأي بحينش وحيالي أدونك الصومري القرآن كقص الصونيو اللي هي تبارك وتعالى
دعتان كذا قدري مركي دعي سينة شوي للسعودي با كورمي لا أحد عيد كلامه وحي هوري ودعي وكورمي ورم سيود عذي بوشي وحي لها الصوص على كون كقصو بيري دونان ووشي غي أيضنا سيود عدون تألا أكسون وكورمي رمبو كشي باني ميلا كما سوكش أحكام تأوتشي دي وقيبها كلا قد سنة أو فردك أوتشي وقيسك أوتشي ودقالها أوتشي والدولة أوتشي وعيدما أوتشي وحير كدبت أوتشي أحكام تيسونا عدالة بيكو صلى الله والله بدا السؤال إن أدمرك إسلام كرالي كنقط دينها نرالي كنقط الله تبارك وتعالى القرآن الكريم كوحونا أوتشي ديني وأون إسلام لماذا دين إلهي كتشرت أكتس كتشرت أيوا إسلامه وحي إسلام ككسو حري الدين بإلهي أكتس كمان معناه وحلا جودة نبي الله آدم كسو بالله إلى النبي محمد كوكين صلى الله عليه وآله وسلم لما أنت رسوش إلهي صادري دين تي لي ما دين هل مد بهيد إسلامه ما دينه هل رسول أو دين كلا لي من مجري نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد بنبي الله صلى الله عليه وسلم هذا أنه أنبياء النهاية دين تنظم مد واحد دين تنظم مد واحد وهو قانسا إلهي إلا هو قانسا وإن عبادات الله كليل وإن شرعك صلى الله عليه وسلم دين تلي ما دين مد بي أهي ولو أحكام تقار كوضو أي إسبدل كنولشو كيني سهبكو كلا قدسنا دين ساس درادت إسلام ودين تيله أكتيسة كتيرتوه كدي بار ربي وحيوني عدي دين تا إسلام كدينة هنهين رادسة وإلهي تبارك وتعالى وحكا قدوني سنة إلهي كأقبل ماي ماشا وحي نوصو بحي وأنكفهني دين تا إسلام كديمة كالكو مطر منكرت ديمة هل اسكو سور دويو هل اسكو دورا وحلى إلى المجر يا ورنين حقوت هي نيم باطل وطمية وحسكو درسن كره وهذا سكو درسستان محا صوبحي برح با صوبحي يا بيسا في أدوالتا نين كان نوح قصن بوتا أنا سكو درسن نكوي وعقلي حمد هذا ما وحي أدوالتا صافي قابا نوح قصن كو درسن أدي حق أدوالتا حق هو إسلام وحي كالصهرين وباطل سيداس دراد الأفكارتا ويهن دم بأبو صور نقول نقول إيشو يعني أبو غش قين يقول ليه ميرين تديمها إيش صور دوين تديمها هشي سين تديمها حال الصور دوينه بين إيش وإيش بين حق وباطل أبو قرانكم مسألة أدل استعج والنبي قال صلوات ربي وسلام عليه هريب الله وصو بندق ميرين تديمها وحليلا قريش ما صو بندقتي markii hore waxay isku dayeen inay diintan caabiyaan oo nabiga wuxuu wato ay xoog kaga hortagaan markay arkeen inaysan socon kareen bay gorgortan iyo heshiis la galeen waxa ilaahay maxamedo adigina rafaad anagina rafaadna sidana dan ino ma an isku soo dhawaan ha sanadna diintada aan qaadan sanadna taanada qaado culadan iyo dagaalka naanteen heshiin allah tabaaraka wa ta'ala masalada iyada markay timid وادي لي الله تبارك وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون وحيت عليه ان اسود بعده يقول كوسو دبعان كذب الرب ارنتي بكل غويي قل يا ايها الكافرون قالوا يدي محمد واحد تراه ذا قالوا واحد عابد زين عابد ماي الله انا حقك عابد اذن كنا عابد ميسان تاد ودتان انو موت تيدنا ودن ميسان تينا اللي دي أنا وطيرا اللي أنا كلا سارة وركوا ور عدوى ور نحن يا لما سداس درادة الإسلام هو الحق وغيره هو الباطل مسألة لا سي مسألة لا لقبا أما اللور وريجي أما المجاملين ما لأنه كفر يا إسلامي ما وقال نما يا إسلامي ما حد عايز مجه ساس درادة إن الروح مسلم كدين تي سرال لكنه دين تي سرال وقنا taas waa qodobka labaad ee keenin kara in aad iimaanka dhadhankiisa hesho waxaan aad uga naxay
oo xaal looga naxaa nimba wuxuu ii sheegay haweeney Soomaali ah Ingiriiska ka dhacday qisadu sida la ii sheegay nimba wuxuu dhiibtay lacag u dhiibtay ganacsi bay wadatay kadibna waxay tiri lacag aan ganacsiga kuugu dara keen ganacsigii markii lacagtii uu dhiibay bay inkirtay oo tiri waxa maada ii dhiiban maxkamadda Ingiriiska la isla tagay war maxaad cadeymaha haysataa markhaati uu keenay ayadiina markhaati beenaal bay keentay Soomaali ah maxkamaddu la isla yimid dhaara la yidhi ninkii lacagtu ka maqnayd kitaabka quraanka la hordhigo waxa la yidhi gacanta saar oo dhaaro wuu dhaartay gabadhii baa loo yeedhoo qur-aanka lasoo hordhigo waxaa la yidhi dhaaro kitaabka iga durkay bay tiri horta kan xagga iga durkay kitaab ay mulxidiintu leeyihin mulxidiinta waa dadka aan diinna rumaysnayn oo meesha yaalay bay tiri kanaan ku dhaarmaya qur-aankiina waa iska leexisay oo soo muslimati war waxaan doonay aan ahaaday kan iisoo dhowe kanaan ku dhaarmaya kii bay baallaha goysay labadii la socday markhaatiyada haya nimankaha baa la yidhi idinkana ma dhaaranaysaan ha waa dhaaranayna oo maxaad ku dhaaranaysaan kitaabka qur-aanka ku dhaaranayna xaakimkii Ingiriiska waa diiday wuxuu yidhi kitaab qur-aana ku dhaaran maysaane kan ku dhaartay kan ay saaxiibtiin ku dhaaratay ku dhaartay maxay samaynayaan kii bay baallaha gooyeen kitaabkii mulxidiinta ba iyaguna baallaha gooyeen xaakimkii Ingiriiska nin caqli badan buu ahaa wuxuu ku yidhi naagtii iyo nimankii iswatay adduunka weligay intaan qaali ahaa buu yidhi dad idinka been badan ma arkin jirto weligay intaan usoo joogay khalqi idinka been badan ma arkin jirto qadiyadiina waa xukumay wuxuu u xukumay ninkii xooluhu ka maqnaayeen ayagana wuxuu yidhi beenaalayaal baa tihi waxaa gariiba marka gabadh muslimad ah iyo dad muslimiin ah kayf oo islaanima sheeganay qur-aankii inta la iska duriyo kitaab ilxaadaha lagu dhaarto waayu diinin fi hada arida bilislaami diinan waa inaad diinta islaamka keligeed inay xaqda rumaysanta wixii ka soo hadhayna inuu baatil yahay qodobka u dambeeya wuxuu nabigu tilmaamay sal alla alay wasalam inuu ruuxu raalli ku noqdo nebi maxamed sal alla alay wasalam rasuulnima raalli uguna inuu rasuul yahay waxaa ka dhalanaysa inaad raalli ku noqdood ku qanacsan tahay 100% ama 200% inaad ku qanacsan tahay in ilaahay soo dirsaday nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah baa hadalkiisii usoo dhiibay khalqigana usoo diray soo diriddiisu xaq bay ahayd kitaabka qur-aanku noola yimid wax alla wuxuu noo sheegayna runbay ahayd wax alla wuxuu noo jideeyeyna waa xaq markaad rumaysa kadibna inaad jeclaato oo hadday ku suroobi karto iimaanka qaybihiisa sare weeye inaad xataa ka jeclaato wax kastood jeceshahay jacaylkiisu kaala weyn yahay jacaylka xataa ehelkaaga caruurtaada xaaskaaga xoolahaaga wax walbood jeceshahay inaad isaga ka jeclaato kadibna inaad dariiqiisii raacdo oo isaga keligii aad rumayso inuu yahay cidda mudan in la dabagalo sharcigiisii iyo sunnadiisii inay tahay midda keliyatee naloo jideeyay inaad nolosheenna aan ku miisaanno dabagalo oo cid kaleeto la raaca ayna jirin laa sheekh walaa caalim walaa xaakim walaa axad kale oo mudan wixii ka soo fulaba in lagu raaca ma jiro miisaanku waa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo dariiqiisii waa asagaasi wixii uu saxana waa saxsan yahay wuxuu khaldana waa khaldan yahay dadka intooda kale oo isaga ka soo hadhay wixii ka soo fula waxna waa laga qaataa waa wixii xaqa waafaqo miisaanka waafaqo wixii ka soo fula waxna waa la diidaayo waa wixii xaqa iyo sunnada khilaafa wey isaga keligii baa mudan marka si buuxda in loo raaco oo aan waxba laga hortago yaa waana midda jannada lagu helayo nabigeenu wuxuu sallallahu calayhi wasallam ummadaydo dhan jannaday galayaan ilaa cidii diida mooyee yaa diidaya janna rasuul ilaahay nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam cidii aateecdo jidkayga raacdana jannaday gali cidii caasido garab martana jannadii waa diiday yacni janna ma helayo intuu noolaa wixii gar ah iyo wixii khusuuma in isaga loo geysto raallina nagu noqdo wixii xugama uu soo saaro
markuu dhintay kadibna sharcigiisi iyo sunnadu ka tagay inay dadku u xugum tagaan allahumma inay xaalad daruuro timaado mooy rabbi wuxuu leeyahay ma aydan rumaynin iimaan dab ana laydin kama helin oo dhameystiran ilaa aad isaga u gartagtaan ood garsoore ka dhigataan oo xaakim aad ka dhigataan oo waxaad isku qabsataan isaga u geysaan kadibna markuu idin kala saaro aad ku qanacdaan ood waliba raalli ku noqotaan hadduu dhintayna sunnadiisii baa taala sharcigiisii baa yaala inay muslimiintu halkaa ku kala baxaan oy garsoorkay ku kala baxaya xeerkay ku kala baxaya uu kaa noqdo iyadana wax weeye waa qayb wa sidoo kale in aad nebiga qadariso oo aad qiimayso oo aad sharafto oo hadduu dhintay iyo hadduu noolaaba ummaddiisa wuxuu ku leeyahay qadarin buu ku leeyahay inaad salligiisa badiso salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ay ka mid noqoto qayb ka mid a cibaadaadka ilaaha aad ugu dhowaanayso salliga nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo ducada loo ducaynay wahaakadaa sidaasaad iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa aad ku helaysaa rabbi inaad raalli ka noqoto rabbinimo raalli ugu noqoto islaamkana diin ahaan raalli ugu noqoto نبي محمد الرسول أهان رالي ونقط صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك